ممارسة الرياضة كان حلماً بالنسبة لصهيب وزملائه. اليوم وبفضل كرة الجرس الحلم أصبح حقيقة، وبات بإمكانهم مزاولة النشاط الرياضي، ما يحسسهم بأنهم مندمجون أكثر في المجتمع بفضل هذه الرياضة التي تعتبر متنفساً لهم. هي رياضة حاجة مليحة، صرتوا الواحد مكفوف منها، واحد يخرج شوية يدير سبور ينحي على خاطره. نعم هي رياضة مليحة وتخليك شغل الإنسان يعني كيفاش يندمج مع المجتمع، بوك كيفاش نقول لك تنحي له هذاك العزلة. الحالة تاعهم ما عندهمش متنفس واحد آخر، لازم حاجة قلت لي هيهم، ماكاش ما يقدرش يخرج كيما يحب، ما يقدرش يحوس كيما يحب. بالنسبة للشباب في السن تاعو لازم حاجة ما يخرج فيها الطاقة تاعو. بعد ما ولا يمارس رياضة يعني نحى على خاطره بزاف. عزيمة وإصرار هؤلاء الفتية لتحدي الإعاقة وإبراز قدراتهم كبحه نقص الإمكانيات، رغم النتائج المحققة في الموسم الماضي بصعودهم إلى القسم الممتاز. كان معاناة بريمير مون، اللي خصنا أصلا الماتيريال اللي نخدموا به، باغ إكزومبل هذاك لي بار وكامل، باسكو هما لازم تاع حديد وماتيريال شغل ثقيل شوية. وتاني كيما هذوك لي ماسك اللي نديرهم على عينينا، تاني ما كاش هنا بزاف في الجزائر. كيما هذه الصاله كتو ماشي سبيسيال لهذه السبور، تسمى ماشي كل وقت نقدر نطينيو فيها ولا نخدمو فيها. النقل من بين اكبر المعوقات التي تواجه الفريق الذي يتدرب بالقاعه المتعدده الرياضات برئيس حميدو مره واحده كل اسبوع. تعرف الكفيف عباك مشكله في التنقل، يعني ما باش نجمعوهم، قلت لك باش نجمعوا ليكيب على ضربه في يوم واحد في الاسبوع، عباك نديروا كيما يقولوا نديروا عباك كيما يقولوا لازم تخطيط تاع تخطيط كبير. صح نسكنوا بعيد، صح راني ندير البوسيبل تاعي ونجيب الصباح نبكر ونجيبوا به، ما نحرموش منها، شايفته باللي قادر ينجح فيها وقادر حاجه باه ينحي له خاطره بها هو. رغم كل هذه الصعاب وفي انتظار فرج قريب، يواصل هؤلاء المكفوفون رفع التحدي في وجه الإعاقة وقساوة التهميش، وشعارهم بالإرادة نصنع الحياة.